سميت بابا؟ سي الجلالي. مرحبا. السلام عليكم متابعي قناة شوف تي في. حنا تنتواجدو مع السي الجلالي عساس ديال هذا الكارتي. كما كنعرفوا السي الجلالي هو رجل مطلق عنده ثلاثة ديال الوليدات، كيعيش في هاد الكاريطة كما كتشوفوا متابعي قناة شوف تي في. وكنتمنى من الناس اللي كيتابعونا على قناة شوف تي في داخل أو خارج أرض الوطن يربطوا الاتصال بالسي الجلالي ويعاودوا يحاولوا يساعدوه، لأن عنده ثلاثة ديال الأبناء وكما كنعرفوا بأنه عايش في كاريطة، يعني صعيب باش تعيش في واحد الكاريطة اللي هي صغيرة ومعاك ثلاثة ديال الوليدات وانت هو الرابع. بقاو معانا. سي الجلالي عاودنا على المعاناة ديالك. السلام عليكم ورحمة الله. أنا أخوتي سميتي الإدريسي الجلالي. أنتم كتشوفوا أخوتي الظروف كي دايرة. أنا المدام أنا وياها مطلقين، هادشي مكتاب. أخوتي أنتم كتشوفوا هاد الكاريطة، كنطلب أخوتي المواطنين داخل الوطن وخارج الوطن. إلا كانت شي مساعدة، أجي هنايا الطريق. عندك أجي هنا. عندك الشنطة، عندك أبنتي الشنطة، أجي خليتي شتي. نعاود وعاود. حرام. ما تفكروش ما تمشيش حتى شي بلاصة تفكر. كنطلب من أخوتي المواطنين داخل الوطن وخارج الوطن، أنتم كتشوفوا الوليدات، ثلاثة وليدات، وكنعاني الله غالب أنا غير عساس هنا بشارع أرينا سيكتور تسعود. أخوتي لحني الله رحيم غير الله تعالى سبحانه الله هو. انا خوتي ما كنطلب حتى شي حاجه من عندكم، كنطلب غير شي مساعده، شي محل ولا شي حاجه نجمع هاد الوليدات. راه عندكم اجر عند الله تعالى سبحانه الله هو، وهاد العواشر هادي. شوف اخوتي انتم تشوفوا في الحاله، راه ديما عايشين هنايا برد صيف شتا. انتم كتشوفوا اخوتي ما مكمل غير الله تعالى، الله يجزيكم بخير ويرحمكم الوالدين، ما مكمل غير الله تعالى سبحانه الله هو. كنا استاذ عايشين في الساب، وقعوا المشاكل. لا انا البركافي كنا ساكنين ديال خالتها، وهاد خالتها يعني كانت داخله ديما في الحياه الزوجيه ما بيني وبين مرتي. الا تناقشنا غير شي واحد شويه ولا هذا كتجي كتجري، ما عندها حتى شي علاقه. وهاد الاطفال ديالي كانوا من بعد طلقنا، الاطفال ديالي كيعيشوا مع خالتها. المرأة ديالي هي اصلا دابا راه مريضة بالدياليز، كتخدم بالقهوة الله يعاونها، كتسربي. انا ولادي كانوا عايشين فعلا عند خالتها، ولكن هاد خالتها هادي كتكربص عليهم وكتضربهم. الا كذبت انا يا راه ولادي ما غاديش يكذبوا. انا اختاريت باش نجيب ولادي عندي انا، لان خالتها يعني ما غاديش تحس اصلا، هي ما عندهاش الاولاد، هذا هو اللي كاين، وهي السبب في الطلاق، وهي السبب في هاد المشاكل كلها. و حتى المرا ما مسكينه ما لا حول ولا قوه الا بالله. المرا ديالي كانت كتبغيني وكنبغيها، ولكن دخلت خالتها صافي فرزكات المجمع، هي السبب ذات من البركه ديالها، وصافي حنا طلقنا كل واحد في الطريق. دابا انا جيت ها تدي معاك الابناء ولا كيعيشوا معاك؟ لا كيعيشوا معايا انا دابا حاليا، كيعيشوا معايا. ها كيعيشوا معاك؟ كيعيشوا معايا. ما يمكنليش انا نوصل معاه حتى فين ما بغات هاد خالتها هادي. القضاء قانون فين ما بغات، لان هاد السيده هادي انا كيجي ولادي كيهربوا من تما كيقولوا لي ابا بركة ضربنا، كيقولوا لي بان فينا الجوع، كتقولنا بلاتي بزاف ديال المسائل. ولكن شكوى الله تعالى، الله ياخذ الحق الظالم اللي حيلوا سبب في هاد الوليدات ديال الزليعه، المراه ولا راجل، شكوى به الله تعالى سبحانه الله هو. ودابا انا عايش مع وليداتي هنا باش ما قسم الله. كاينين لو جوج صحاب السيارات اللي عايش هنايا كيتعاونوا معايا بماكله بحويجات، وهذا هو اللي كاين. انا الامان ديالي مضمون في الله تعالى سبحانه الله هو. هو نشوف هاد المحسنين هادو داخل الوطن ولا خارج الوطن اللي يتعاونوا معايا، ما يتقهروش هاد الولاد. انا الحياه ديالي هي الولاد نوصلهم شي محل ولا شي حاجه، هذا هو الهدف. ما خصني حتى شي حاجه من هاد الدنيا، غير شي محل تعاون معايا خوت. كاين زكريا عنده تقريبا 12 سنه، يوسف عنده 10 سنين، امينه عندها 6 سنين. كيقراو كامل؟ كيقراو لنا في واحد المدرسه ديال بنطوبين. المستوى ديالك؟ امينه دابا طلعت للثاني، زكريا الخامس، يوسف الرابع. الله يخليك صحتك يا مرتي. الحمد لله دابا انا كنعيش، واخا كنكرفسي شويه كنعيش سعيد. كنطيب لهم، كان بالنهار كنطيب لهم الماكله ديالهم. يعني خاصني غير واحد الحاجه تصبان، هذا هو باش واحد.
والنعاس هذا هو المشكل. بالليل عاود كنعس نعسانه كيكون هما ناعسين. عاود بالنهار كنطيب لهم الماكله ديالهم وكنتسكى. ايوا العيشه ديال غادي نقول لك اخاي العيشه ديال العدو والله ياخذ الحق استاذ هذا هو اللي كاين. كنطلب من الناس الا كانت شي مساعده الله يكثر خيرهم في هذه العواسر. انا ما بغيت حتى شي حاجه، انا بغيت غير وليداتي. انا الاساس ديالي هو وليداتي. ما بدينا كنكبروا ولا كبرنا على طاعه الله ورسوله هذا هو اللي كاين. شحال العمر ديال السجن؟ عندي 53 سنه في عمري. 53 سنه في عمري هذا هو اللي كاين. شكوى الله تعالى. وهاد السيدة ديما حاولت ترجع معاك؟ السيدة حب باغا ترجع، وإنما شغادي نقول لك المرض يسكو لي صراحة التعويد، هاد خاصها كتدير التعويد بزايد، وكتهددني حتى التهديد كتهددني. الواد غير هاد اليامات زكريا ضربات وتكربصات عليه. يعني هاد السيدة شغادي نقول هي كتعنى بالفلوس، فهمتي؟ ولكن أنا كنتبع القانون، القانون فوق كل شيء. هذا هو اللي كاين. ولا اله الا الله محمد رسول الله. يعني هذا الشيء راه استاذ، هذا الشيء راه كيتعرض، ممكن نهضر، هذا الشيء راه كيتعرض على ولادي. انا نقد نقتل بحال والو ولا نموت. انا عندي جوج الحوايج، لان حتى انا كبرت متشرد، حتى انا حليت عيني لقيت با مطلق لي الوالده ديالي، وقيت كبرنا في واحد الحياه اللي هي مشكل. هذا هو اللي كاين. او شنو يقول لك الشريف؟ الله يهديهم. خلقوا الشكوى بالله اللي زل عاد وليدات. علاش هاد الناس هادو ما كيقدوش على الخير، ما كيقدوش على شي حاجه اللي هي يصلحوا الجره ما بين المراه والرجال ويجمعوا نجمعوا هاد الوليدات؟ ما كاينش. دابا انا عاد وليت قبيح ما مزيانش، وهذا انا ما كيعلم ما بين المراه والرجل الا الله تعالى سبحانه الله هو. هذا هو اللي كاين. ما بنادم ما عنده باش يدخل بعيد على هاد المسائل هادي. الا دخل بنادم دخلت الا دخلت في هاد المشاكل هكا، انا راه ما يمكن ما نتصرتلهاش قانون ولا غير قانون، بحال اش ما بغات. وانا كنعس هنا بشريعه ارينا كان شي حاجه مرحبا. انا هما المدام ديالي ما بيني وبينها والو، كنا متحابين متراضيين. الا وقع غير شي مشكل كتجي كتجري داك خالتها، لان ما عندهاش الاولاد ما عطاهملهاش الله باش تحس كما كنحس انا. واش هاد الاولاد ديال جاعوا واش تحس بهم هي؟ باش تحس بهم؟ انا نحس بولادي. هذا هو اللي كان يمكن لي نصبر لولادي، نبقى انا بجيب الجوع وكل ولادي الى اخره. استاذ هذا الشيء اللي عطى الله هو هذا. حتى هما اصلا هما ما عارفيني. انا عندي العائله ديالي، كنا عارفين العائله ديالي، ما كل واحد شاد الطريق. وهذا هذا هو اللي كاين. وكيسولوا فيا ولكن ما مكمر غير الله تعالى. حتى اي واحد راه عنده مشاكل ديالو ما يمكنليش انا نفرض عليهم ولادي ولا شي حاجه. انا ما جيت مسافر لهنايا الا على ولادي، على اساس ولادي، حتى على شي حاجه. ما العصاره ما كاين والو. كاين الناس المحسنين اللي كيتعاونوا معايا، كيحسوا كيشوفوا الوليدات وهذا كيحسوا. وانا كنطلب من هذه المدام ديالي، ولادي راهم هنايا مرتاحين معايا. ما يمكنلاش لان خالتها، نعم سيدي او استاذ، خالتها ماشي حضانه. خالتها راهي كتدخل في مشاكل، تولي الروح تطيح الروح بزاف المسائل قانونيين. هذا الشيء هذا ماشي انا واحد الانسان زعما راني ما قاريش ولا ما كنعرفش ولا هذا. هي راه هادشي، هي شنو دارت؟ هي كتصلي، كتعرف الصلاه ما بينها وبين الله تعالى سبحانه الله هو. واش الله وصاها باش تفرد كاع الدراري هادو؟ ها؟ ولا تكربس عليهم تضربهم؟ انا كون نحصلها كتضرب لي ولادي، راني نقد نفرقه على جوج. هذا هو اللي كاين. خلاص نفرقه على جوج ولا نموت حدا 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 في جوج. هذا هو اللي كاين. لا اله الا الله محمد رسول الله. كما كتلاحظوا متابعي قناه شوف تي في، يعني سي جلالي المعاناه اللي كيعيشها هو والابناء ديالو ثلاثه الله يخليهم ليه. يعني كنتمنى من الناس اللي كيتابعونا على قناه شوف تي في داخل او خارج الارض الوطن، او من المسؤولين، يعني يعطيو يد المساعده ونحاولوا نعاونوا هاد الفئه. لان انا بعد الفيديوهات تنشوف، يعني اسمحوا لي غادي نهضر، لا نتكلم على واحد الموضوع، وهذاك الموضوع هو تنشوف واحد الناس اللي دايرين واحد القنوات، يعني اليوتيوبرز، يعني اللي كيدير واحد القنوات. ما خصش تشوف البنت، البنت ما تبانش البنت، ماشي دابا بالله دخل لا لا تفضل، ما تبانش البنت حيت اسمحوا لي حيت البنت ما خصهاش تبان. كنلاحظ واحد الملاحظه بان